رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أدان مجلس الوزراء واستنكر بأشد العبارات الاعتداء الآثم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية، ووصفه بأنه عمل إرهابي مشين يشكل تصعيدا وتهديدا خطيرا لإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي. أكد المجلس وقوفه التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييد مملكة البحرين المطلق لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها. حث المجلس المجتمع الدولي على التحرك العاجل لمنع هذه الاعتداءات الغاشمة ومن يقف وراءها. كما أدان المجلس إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي النية بفرض السيادة الإسرائيلية على أراض من الضفة الغربية المحتلة لما يمثله من اعتداء خطير على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني وخرق لقوانين وقرارات الشرعية الدولية وتصعيد يقوض من فرص السلام في المنطقة. مرحبا المجلس ضمن هذا السياق بدعوة المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لما يشكله ذلك من حرص المملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الخروج بموقف موحد وتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التحديات. واطلع المجلس ضمن هذا السياق على نتائج الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة مؤخرا والتي عرضها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية إلى تجديد الإجراءات الوقائية والاحترازية حول المنشآت والمرافق الحيوية وذلك في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة. ثم أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية وعلى التعاون الذي أبداه المواطنون والمآتم والذي نتج عنه نجاح إحياء مراسم ذكرى عاشوراء بما يعكس عمق الشراكة المجتمعية بين المواطنين والأجهزة الحكومية المعنية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات الحكومية ورفع جودتها في المناطق المختلفة لضمان أن تحظى دائما برضا المواطنين. وضمن هذا السياق فقد وجه سموه وزارة المواصلات والاتصالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى تحسين خدمة وجودة الاتصالات في المدن والمناطق الإسكانية الجديدة ومنها مدينة شرق الحد وتسريع إتمام الإجراءات اللازمة لذلك. كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم إلى تسهيل انتقال طلبة المدارس في مدينة سلمان من وإلى مدارسهم واتخاذ ما يلزم لذلك. على صعيد متصل فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تشجيع توظيف الكوادر البحرينية بالقطاعات الخدمية المختلفة لما يتمتع به العنصر البشري البحريني من كفاءة وقدرة على الاطلاع بمختلف المهام والواجبات. ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، بحث مجلس الوزراء تعديل شروط التصرف في الوحدة الإسكانية بعد سداد قيمة تمويلها وبحث تعديل المادة رقم 3 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 بشأن الإسكان والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الإسكان. وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي معد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية. ينظم مشروع القانون الاحتراف الرياضي والتعاقد مع الرياضيين المحترفين لممارسة النشاط الرياضي والمحدد في عقد الاحتراف والشروط اللازمة لذلك. ثالثا، اهتماما من الحكومة في تطوير البنية التحتية في المناطق المختلفة وبخاصة القديمة منها، فقد وافق مجلس الوزراء على الاستملاك الجزئي من 3 عقارات للمنفعة العامة في عراد والبسيتين وبلاد القديم لتوسعة الطرق وإنشاء مواقف للسيارات. وكلف المجلس سعادة وزير الأشغال
الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار قرارات الاستملاك اللازمة. رابعا، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة في فصل الصيف لعام 2019، حيث أظهرت النتائج التي عرضها سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الأجهزة المختصة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد قامت بأكثر من 11,000 زيارة تفتيشية، وأن 99.5% من المنشآت التي تم التفتيش عليها قد التزمت بقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة، مما أسهم في توفير الحماية من أشعة الشمس المباشرة في أوقات الظهيرة وخفض نسب الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وذلك ضمن سياسة الحكومة في توفير سبل وإجراءات الصحة والسلامة المهنية للعمال. خامسا، بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، وقرر إحالته لمزيد من الدراسة في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. سادسا، بحث مجلس الوزراء عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وكل من حكومة جمهورية إندونيسيا وحكومة المجر، وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، تتعلق بالإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين مملكة البحرين وكل من إندونيسيا والمجر، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة عليا للتعاون الثنائي بين البحرين وإندونيسيا. سابعا، بحث مجلس الوزراء تصديق مملكة البحرين على النظام الأساسي والانضمام لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وقرر المجلس إحالة المذكرة المشتركة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. ثامنا، أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 189 مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، والمعاد بناء على الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس الشورى مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله، وذلك بناء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. تاسعا، بحث مجلس الوزراء 3 اقتراحات برغبة ووافق على ردود الحكومة والتي أعدتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأنها. الأولى بشأن زيادة مخصص الإعاقة، والثانية بخصوص إيقاف برنامج مزايا المطور واعتماد البرنامج السابق، والثالث حول تعديل بعض الشروط في برنامج مزايا الإسكاني. وفي بند التقارير الوزارية، فقد أخذ المجلس علما بنتائج أعمال الدورة الخامسة للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت في سلطنة عمان مؤخرا، وذلك من خلال تقرير سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبنتائج مؤتمر أسبوع لندن للسفن والملاحة البحرية ومعرض الدفاع والطيران والأمن، والتوقيع على مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الفضاء البريطانية، والاجتماع مع شركة فانبرا لمناقشة معرض البحرين للطيران 2020 في المملكة المتحدة مؤخرا من خلال تقرير سعادة وزير المواصلات والاتصالات، وبنتائج اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية والذي عقد بالقاهرة مؤخرا، وذلك من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزيرة الصحة.